معانا بقى الزميل حمزة شتاوي من المغرب يكلمنا عن مباراة المغرب والبرازيل. طبعا الأشقاء في المغرب هيكلمونا بالتفصيل. زميلنا حمزة، أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء النور زميلي العزيز عبد الرحمن، مساء النور لكل مشاهدي ومتابعي شاشة النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا. أهلا بيك، وطبعا كل التوفيق لمنتخب المغرب في مباراة استثنائية أمام البرازيل، وللكرة المغربية كلها اللي شرفتنا في أكتر من حدث. شرفتنا في كأس العالم بدخولها المربع الذهبي، شرفتنا بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية، لكني عايزك تكلمني دلوقتي عن لقاء البرازيل. أكيد أول شيء أنا أزكي الكلام اللي فضلت به عن فوزي لقشع، ففوزي لقشع رئيس الاتحاد المغربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رجل قدم خدمات كبيرة للكرة المغربية، ويعني هذه القفزة الكبيرة التي تحققها الكرة المغربية ساهم فيها بشكل كبير وكبير جدا. رجل ذكي يعرف كيف يتعامل مع الأمور، والنتائج التي تتحدث عن نفسها سواء مع فريقه فريق مدينة نهضة بركان أو مع المنتخبات المغربية والمنتخب المغربي الأول بسبب رئيس الجامعة. مباراة المغرب والبرازيل أعتقد على أنها ضربة معلم كما يقال، على أن تلعب المنتخب المغربي أو يكون أول ظهور للمنتخب المغربي بعد الملحمة المونديالية التاريخية في قطر والوصول إلى المربع الذهبي أمام كبير القوم، أمام المنتخب المصنف رقم واحد عالميا المنتخب البرازيلي، وأن تكون كذلك في أمسية رمضانية هنا في شمال المملكة المغربية بمدينة طنجة. فأعتقد على كما قلت هذه ضربة معلم، اختيار موفق وموفق جدا أن تظهر أمام البرازيل في مباراة ودية، فأكيد رغم أنها ودية ولكن ستلعب بثوب وطابع وكأنها رسمية، لأنك تتحدث عن سحرة البرازيل، عن أفضل من روضوا كرة القدم على مر التاريخ، فبذلك الاختيار كان موفق جدا. المباراة الثانية ستكون في إسبانيا أمام بالفير، منتخب من امريكا الجنوبيه يلعب كره مفتوحه، فبذلك افضل من ان تواجه منتخبات اقل منك مستوى وانت رابع العالم لتواصل تلك الطفره وتواصل رسم تلك الصوره التي رسمها المنتخب المغربي في مونديال قطر. طيب افهم من كلامك كده زميلي حمزه ان دي تجهيزات لكوبا امريكا اللي المغرب مرشحه فيها. الكوبا امريكا اختارت المغرب طبعا نظرا للتمثيل المشرف في كاس العالم للانديه، اختاروا المغرب لتمثيلهم لتمثيل للضيف، الضيف يعني يبقى الضيف شرف لكوبا امريكا. افهم من كده ان ده تجهيز لكمان المنتخب المغرب للمشاركه في بطوله كوبا امريكا؟ اكيد ممكن جدا، لانه حتى المغرب في المباريات الوديه قبل كاس العالم واجه منتخبي تشيلي وباراغواي مدرستان من امريكا الجنوبيه، اليوم كذلك امريكا الجنوبيه في مواجهه اسود الاطلس البرازيل، اضيف على ذلك منتخب البيرو. فالمنتخب المغربي ان تاكد رسميا مشاركته في كوبا امريكا ستكون كذلك استفاده اخرى وقيمه اخرى تنضاف للكره المغربيه، لا سيما وانه اليوم المنتخب المغربي يعيش يعني افضل ايام، اليوم لديه كتيبه مميزه من النجوم، وتالق المنتخب المغربي في مونديال قطر اعطى اضافه كبيره، لانه عدد من نجوم المنتخب المغربي من مزدوجي الجنسيه اللي كانوا قاب قوسين من الدفاع القميص منتخب هولندا او بلجيكا او اسبانيا او فرنسا، اليوم كلهم جميعا صاروا جاهزين لتشكيل المنتخب المغربي وكلهم معجبين بما يقدمه اسود الاطلس. اعتقد على انه كرة القدم المغربية تعيش مرحلة خاصة ومرحلة استثنائية، ويجب حتى فوزي لقجع مع نفسه، أنا أعرف الرجل يحاول أن يستثمر في هذا الإنجاز وأن يواصل في هذا الإنجاز. فوزي لقجع من الناس الذي يرى على أن الوصول إلى القمة مهم، لكن الاستمرار في القمة أهم وأهم بكثير، وهو ما يسعى له مع أسود الأطلس إن شاء الله. لما لا كأس إفريقية كذلك تنضاف للخزينة المغربية التي غابت منذ سنة 76 و1000، وهذا استعطاء كبير على كرة القدم الوطنية منذ ذلك الحين. طيب عايز اسالك عن الصوره الجيده اللي سايبها الاهلي في المغرب بعد مشاركته في كاس العالم للانديه، وطبعا طنجه تحديدا المدينه اللي هتقام فيها المباراه. الاهلي يمكن انتصارين، والانتصارهم في كاس العالم كان في مدينه طنجه يعني كمان، وليه ذكريات جيده جدا مع جمهور طنجه كمان النادي الاهلي. كيف لا، اكيد هذه يعني يعني عبد الرحمن يعني بكل صراحه ليس فقط يعني على شاشه الاهلي، لكن المعروف لا يعرف، الاهلي المصري فريق له سيد كبير، ملايين من المناصرين والمشجعين والمحبين والعشاق داخل مصر الشقيقه او خارج مصر، فبذلك الاهلي هو قيمه لاي بطوله يشارك فيها سواء كانت في افريقيا في حتى وان كانت في الهند، فاكيد على انه الكل سيناصر الاهلي تابع الاهلي، لانه فريق يعني كقيمه كبيره وكبيره جدا، حتى الهويه البصريه لنادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي على الصعيد العربي والافريقي فهي كبيره جدا، فهو كان اضافه كبيره لكاس العالم للانديه هنا بالمغرب. وانا اريد شرحت نقطه مهمه
لاصدقائنا وزملائنا واخواننا في مصر منذ فتره، واعيد وان اكررها مره ثانيه عبر شاشه الاهلي على ان الجماهير المغربيه شجعت الاهلي وناصرت الاهلي في مباراتين سواء امام اوكلاند سيتي او امام فريق سياتل الامريكي، لكن في المباراه الثالثه امام ريال مدريد فهناك فئه من الجمهور المغربي تناصر ريال مدريد وبرشلونه ولا تناصر اي نادي اخر كيفما كان. انا اعلم جيدا يا صديقي ان اخواتنا في المغرب طبعا يعني عندهم ريال مدريد وبرشلونه دي اهم من الرجاء والوداد، ده شيء معلوم جدا يعني المملكة. خاصه في الشمال، فانا كنت تحدثت عن هذه النقطه حتى يعني لا تثير الجدل بينها. هي واضحه جدا حمزه، يعني هي يعني زميلي حمزه واضحه جدا عشق الجمهور المغربي للفرق الاسبانيه طبعا في الشمال. ريال مدريد وبرشلونه عندهم فعلا اهم من الوداد والرجاء، افتكر لو كان ريال مدريد بيلعب الوداد او الرجاء كنا هنشوف نفس الحاجه. تجد يعني عدد من الجماهير في نفس الحاله، وجمهور الجمهور الاهلي يجب ان يعلم كذلك على ان المباراه الاولى امام اوكلاند سيتي والثانيه امام سياتل فثمن التذكره لم يكن يعني ثمن بسيط، والجماهير المغربيه اقتنت التذكره ليس من اجل مناصره اوكلاند او سياتل بل من اجل الوقوف الى جانب الاهلي المصري في تلك المباراه، وكذلك فحتى الجماهير وهذه نقطه مهمه وجوهريه جدا، الجماهير اللي شجعت ريال مدريد وشجعت كذلك الريال امام الهلال السعودي ليس كلها جماهير مغربيه، ف ما يزيد عن 50 رابطه من مناصري ريال مدريد من العالم كله كانوا في المغرب واجتمعوا كفريق وشجعوا ريال مدريد سواء امام الاهلي او امام الهلال. طيب طموحاتك او طموحات الجمهور المغربي عموما للمنتخب المغرب في الفتره القادمه، الفتره اللي جايه منتخب المغرب خلاص دلوقتي اسمه اتحط في المربع الذهبي لكاس العالم، يعني هو من اكبر اربع فرق في العالم والعالم كله دلوقتي عارف قيمه المنتخب المغربي، طموحات جمهور المغرب والتحديات اللي قدام المغرب في المرحله اللي قادمه ايه؟ حتى اقول لك حتى اكون صادقا معك، فالتحدي رقم واحد بالنسبه للكره المغربيه دائما هو مواصله التطور على جميع المستويات والاصعده، على مستوى البنى التحتيه وعلى مستوى المنتخب الاول وباقي المنتخبات، وعلى مستوى البطولات التحدي الاول والرهان الاول سواء للمدرب وليد الركراكي اللي قالها يعني بالحرف الواحد او لفوزي لقجع فهو تتويج بكاس افريقيا، وكذلك للجماهير المغربيه لانه لقب غاب عن خزينه المنتخب المغربي منذ سنوات خلت منذ دوره اديس ابابا سنه 76 900000، فبذلك الرهان هو كاس افريقيا ومواصلة التطور ومواصلة كذلك التواجد في المونديال من بوابة المونديال القادم 2026. احنا بنشكرك جدا يا حمزة على تواجدك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي وكل التوفيق لمنتخب المغرب وللكرة المغربية، طبعا ممثل مشرف للوطن العربي الحقيقة، يعني احنا كلنا تشرفنا في كأس العالم بتمثيل المغرب للكرة العربية حاجة مشرفة جدا، وكلنا تشرفنا بفوز بوليد الركراكي، وليد الركراكي المدرب الوطني المغربي اللي وصل للمربع الذهبي من المغرب.